لازم ادخل صباعي ورا الهارت، يعني ادي الاوبليك ساينس هنا في الحته دي، احنا شلنا هنا الهارت، فالهارت لما شلته انا شلت معاه الفيسرال بريكارديوم، وادي هنا البرايتال بريكارديوم وتحته الفايبرس بريكارديوم، يعني ده الهارت اتشال. فالهارت لما اتشال اتشال البيز اوف ذا هارت ومعاه الفيسرال بريكارديوم، وبقى اللي بان عندي البرايتال بريكارديوم ومعاه الفايبرس بريكارديوم. اهو لو دخلت صباعي في المنطقه دي يبقى صباعي هنا في الساينس ده اللي بيسموه الايه، اوبليك ساينس اوف ذا بريكارد، يبقى ده الاوبليك ساينس اوف ذا بريكارد. ادي اهو، ادي الهارت اهو، ده البيز اوف ذا هارت، البيز اوف ذا هارت، وادي صباعي دخل اهو، فصباعي اهو البيز اوف ذا هارت لازق في الفيسرال بريكارديوم ولافف كده بقى برايتال بريكارديوم، بيتحد مع هنا مع الفايبرس ايه بريكارديوم، يبقى ده فيسرال بريكارديوم وده برايتال بريكارديوم وده فايبرس بريكارديوم، وادي صباعي انتيرو لصباعي ليفت اتريوم، بوستيرو لصباعي ده الديسندنج اورتا والاسوفكس، يبقى بوستيرو لصباعي ده اسمه الديسندنج اورتا وانا ايه اسوف، يبقى انتيرو لصباعي ده اللي هو ادي الاوبليك ساينس اهو، انتيرو لصباعي ده اللي هو عباره عن الليفت اتريوم والفيسرال بريكارديوم، بوستيرو الاصباعي اهو ادي الديسندنج اورتا اللي هو ده، والتاني ده اللي هو بيسموه ايه السوفكس، ويبقى ده اللي هو عباره عن الاوبليك ساينس اوف ذا بريكارديوم. هنا طبعا عملنا شباك وقطعنا في البريكارديوم هنا عشان نشوف ورا الاوبليك ساينس في ايه، بان طبعا الرسمه دي احنا متعودين عليها لما شلنا الهارت وقطعنا هنا البريكارديوم عشان نشوف ايه الاستراكشر اللي ورا الهارت او اللي ورا الاوبليك ساينس، فبان عندي ده الديسندنج اورتا اهو، ده الديسندنج اورتا اهو، الديسندنج ثوراتيك اورتا، وده الاسوفكس، ادي الديسندنج ثوراتيك اورتا وادي ايه الاسوفكس، وعاملين الاستراكشر اللي هي بوستيرور للهارت او بتكون الباك اوف ذا بوستير او البوستير ريليشن اوف ذا اوبليك ساينس.